هو ده بقى الكليب اللي هيكسر الدنيا يا خلو؟ طبعا صدقيني انا غشيتك قبل كده. لا لا سمح الله، ده كل الحاجات اللي حضرتك بتجيبها لي عسل. هو اسمه ايه بقى المطرب اللي انا جايه اعمل معاه الكليب؟ حافظ. حافظ؟ اسمه مش فني خالص. ازاي اسمه مش فني؟ ما انت عندك عبد الحليم حافظ. طب هو فين بقى؟ احنا بقالنا ساعتين مستنيين. عند الحلاق بيحلق شعره زي ما انتوا جايه. حلاق؟ هو هنا مفيش كوافير ولا ماكير؟ انا عندي حاجات عايزه اظبطها. لا انسى بقى الحاجات دي، الحاجات اللي لو بادجت زي بتاعتنا دي بيبقى ايه على قد كده، وبعدين الحاجات دي بتكسر الدنيا. انت ما بتشوفيش شعبيات ولا ايه؟ بتفرج يا خالو، بس واضح ان المستوى اللي احنا فيه ده اقل من الشعبيات. مستوى دول نجوم كبار قوي. انت ما بتتفرجيش على اوكا وارتيجا وشحته كاريكا وفيفتي والسادات؟ والله العظيم يا خالو احنا لو وصلنا للمستوى ده انا هديك بوسه كبيره. خد امسك لي الشنطه كده. ماني انت شايلين الشنطه بتاعتك؟ ايوه 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 هو كده. هو كده ايه؟ معلش بقى يا ابو الكباتن، الحته دي بقى تاخدها متورجل عشان عندي شغل هنا. الله يبارك لك. طب هات بقيت الخمسه جنيه. خمسه جنيه يا عم؟ لا 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 انا جايبك من المترو لحد هنا. اسال اي توك توك في الشارع لو قال لك اقل من 7 جنيه يبقى بحق. يعني هي كده؟ اه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتحاسبن عليا في يوم زي ده ليه؟ هو استلم ودي. هعرفك عليه. السلام عليكم. ازيك يا فنان؟ عم عمراني عالمي. بقول لك ايه، جبت الحتت اللي هتنططوا حواليها في الكليبايه؟ حتت ايش؟ ما تقولش الكلام ده، اسمهم موتلز. موتلز؟ وبعدين انت هتبقى نجم كبير وهتطلع في الفضائيات اللبنانيه كلها، عيب كده. عليا النعمه، انت يا عم عمران راجل بروفيشنال. الواد اللي كان معايا في توك توك ده هو اللي قالها لي، بتاع بدندله كده في الطريق، قال لي عليا الطلاق انت مطرب بروفيشنال. على فكره اللوك اللي انت عامله خطير وشعرك تحفه. ربنا يخليك يا استاذ. انا قلت بقى ما دام فيها تصوير كليبايه رحت رايح للحلاق مظبط ونازل على الوكاله مبضعه عشان الكلاب بيفرقع. باذن الله هتفرقع وتكسر الدنيا، انت هتبقى اجمد من تامر حسني. اسمع من بقك ربنا يا استاذ. اتفضل، انتوا واقفين على الباب ليه؟ اتفضل. يا فنان ايه اللي اخرك بس كده؟ معلش بقى، وانا جاي في التوك توك قابلت زبون استحرمت ما ركبوش. ده رزق يا عم، انا مش فاضي لعب العيال ده، انا مهم. بقول لك ايه، حياه ابوك عايزين ننجز صاحب الفيلا لو هرش ان احنا بنصور من وراه ينفخني. لو سمحت. نعم. فين الاوضه بتاعتي؟ اوضه للتجبات هنا ولا ايه؟ خلاص ادام ما فيش اوضه يبقى في كرفان. كرنفال ايه يا عم عمران؟ ايه خلو، امال هلبس فين؟ يغيروا في الحمام بقى ولا حاجه؟ لا مؤاخذه فنان، نسيت اعرفكم ببعض. لهفه بنت اختي فنانه كبيره. بقى الوساطه دي هي اللي بوظت الوسط الفني. دي مش وساطه، احنا لما نشغل لحمنا ودمنا نمنع الدخله والمتسلقين. على فكره انا موهوبه. خلاص حاضر اشوف لك اوضه يا استاذه. خلاص. ايه ده، هو مفيش معدات اضاءه ولا كاميرات؟ ايه يا خلو فين التصوير؟ جري يا استاذه، انت جاي تتنك علينا ولا ايه؟ قول يا نجم، هو الاغنيه دي اسمها ايه؟ اسمها غريق. الله، غريق. غريق في بلاد غريقه. حلوه. حلو، هنكسر الدنيا. اقول لك ايه بقى، اهم حاجه وانت بتصورني وانا غريق عايز ابان رومانسي. رومانسي؟ بص، هو القبول ده بتاع ربنا، هنحاول نتصرف. نتصرف هنحاول، دي غيبيات واحنا ملناش فيه، بس هنحاول. طيب استاذن انا بقى يا جماعه، فنان مش هوصيك عليها، لا مؤاخذه لازم امشي عشان عندي ميتنج. حلو، مش تروح فين انت؟ المفروض المانجر بتاعي تبقى زي دلي كده. اه عشان بس اجهز للكليب بتاع بكره مع وائل كفوري. مع وائل كفوري. مع وائل كفوري. اوه، وما تنساش الاسبوع اللي جاي مع راغب علامه يا خالو. والله يا اسطى راغب لسه ما اتفقناش معاها. خلاص مش مشكله، يبقى الالبوم اللي بعده بقى. طيب ماشي، ادي شنطه اللاكورات بتاعتك اهي والمناطيل فيها كل المناطيل وبنطلون البيجامه. سلام عليكم. ايه ببعت لي الاسيستنت بتاعتي والسيليسيون. دي حاجه هايله خالص 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 مالص. ساحر يا مجدي، الله عليك. هو حضرتك المخرج؟ امال ايه، انا على فكره من كل الزوايا حلوه. طبعا، والزاويه دي هايله، والزاويه دي هايله. اهلا وسهلا. انت جاي تصورنا؟ انا عامل فيك هصورك وكل حاجه. ده انت يا مرايا. مرايا اسفه على التاخير، الميكروباص كان زحمه موت يا فنانه. مش كده مش كده، ايه اللي اخرك؟ انا اسفه يا استاذ، مش هتتكرر اوعدك. اوكي، هو انت ورايا ورايا؟ انت مركزه معايا كده ليه؟ حلوه. سامعي يا استاذ الاسلوب اللي هي بتتكلم بيه؟ انا فنانه ملتزمه وجايه قبل اوردري بساعتين، هي اللي جايه متاخر. على فكره يا حبيبتي لو مش عاجبك شوفي لك اي كليب تاني اشتغلي فيه. انت بتتنططي على، انت فاكره نفسك يسرى؟ ايه يا حبيبه قلبي، انت تشوفي كليب تاني؟ انا جايه يا اساتذه، انتوا جايين تبوظوا لي الكليب بقى ولا ايه؟ ما تنساش ان انا قلت لك انك هتبقى اجمد من تامر حسني. ايوه صح، انت عسوله انت. اتفضلي يا استاذه. شكرا، يبقى تشوفي لك حته عودي فيها. يلا مع السلامه. انت مصدق موضوع تامر حسني ده؟ اسمع بقى مجدي، خلينا في المهم. ايه؟
الكيسه دي دلوقتي فيها هدومي وشويه برتقان كده وبتاع، عايزك بقى تعصره لنا كده تعمله عصير عشان نخش الكليبايه فريش. ما تقلقش يا فنان هغرقك. فنان قلت ستوب ليه بس يا فنان؟ مش هينفع كده يا استاذ، انت بتكروتني، مش حاسس ان انا رومانسي؟ رومانسي ايه يا عم؟ بقول لك العب مش فيا. فين البنات اللي قلت هتشقلبوا حواليها في الكليبايه؟ ما هم حواليك اهم يا حبيبي. بقول لك ايه يا استاذ؟ نعم. مش حضرتك عايز تطلع رومانسي؟ انا وشي بريء، لو وقفتني جنبك قدامها هساعدك جدا. على فكره يا نجمه، على فكره انا شعري الاسود ده لايق على الجاكيته الحمراء، والله جربني بس. مش اي حد يوقف على فكره. بطلي بقى يا قلوده، هو كل ما اعمل حاجه تسرقيها مني وتعملي زيي؟ انا قلوده يا من نفسنا يا اوفر. ايه ده، سيبنا لك بقى السنبله يا حلوه. ايوه انا سنبل طول عمري. خلاص بقى نطني في ام البسين عشان اخلص. يعني انا اللي هقف قدامي يا استاذ؟ خلاص اقف انت قدام. خلاص استاذ مجدي. ايوه يا حلوه. النجمه قال انا اللي هقف قدام. يبقى تقفي قدام طبعا، امال ايه استاذ مجدي؟ ايوه مفيش داعي افكرك انا جايه متاخر النهارده ليه؟ امبارح عش البلبل. حصل اللي حصل اهو، ليل وعدى. هدي اخلاقك، انت هتروحي ناحيه الشمال وتتميلي ناحيه اليمين، وانت بقى هتروحي ناحيه اليمين وتتميلي ناحيه الشمال. يلا حرك بس يا فنان. بتقول ستوب ليه تاني؟ مش اسلوب شغل الكروته دي. فين يا استاذ شخصيه ميمي اللي قلت هتبقى معايا في الكليبايه؟ يا حبيبي بعدين. حاضر ميمي دي بعدين، نهدى بس. حاضر. استاذ انا ممكن اعمل شخصيه ميمي لو سمحت؟ ماشي خلاص ماشي. استاذ بقى. استاذ انا لايقه جدا على ميمي صدقني، الجاكيته الحمراء والشعر الاسود. خلاص اعمليها انت. ما تبطلي بقى، هو هيبقى سواد من جوه من بره ولا ايه؟ سبتلك انت البياض يا صفرة يا متهوكه. حبيبتي البلوند ده موضه. البلوند موضه ده من 10 سنين مش دلوقتي يا حلوه. بقول لك ايه يا استاذ، انا اللي هعمل ميمي. خلاص يا استاذ اعملي ميمي وخلصيني. ماشي من فضلك يا استاذ مجدي، النجم قال انا اللي هعمل ميمي. يبقى انت ميمي طبعا اكيد، امال مين ميمي؟ استاذ مجدي لو هي عملت ميمي انا هقفش. يا حبيبتي حصل اللي حصل، انت كمان هتعملي ميمي بس في الكليب الجاي. نهدى كده ونركز، كلنا ميمي يا جماعه، ما حصلش حاجه. خلاص يا حلوه انا البطله، ورينا بقى هتعملي ايه. اوف يا بنتي احنا بقالنا ساعه قاعدين، هتطلعي امتى؟ والله يا خالته هيجي دلوقتي، هم قالوا لي انه هيجي على القناه دي بس في اعلانات كتير. والله ايه، احنا هنقضي طول عمرنا قدام التلفزيون، ما تخلصينا. ايه يا ايمون دي حاجه ما بتحصلش كل يوم، استحمل ما انت بتسهر يعني. في ايه بابا؟ لو سمحت يا بابا اسحى ركز بقى. فاتني كتير خالص لسه. مش فاتك حاجه، استاذنكم انا بقى عشان ورايا مدرسه. اقعد يا ستي، شغاله من الصبح تقول لنا هيجي دلوقتي هيجي دلوقتي، مفيش زفت جه. الله ايه القرف ده، عشان بكره تقول لاصحابك ان اختك طلعت في التليفون. بلا تلفزيون بلا زفت يا شيخ. الله يا واد اسكت اهو هيبتدي اهو. لا بس الاغنيه شكلها حلو. مش صحيح. طب انت بقى هتطلعي امتى يا حبيبتي؟ هطلع حالا يا خالته، بس الظهر في المونتاج بيجي في مثلا شطات شط قبل شط دي حاجات يعني سينمائيه. طب ركزوا ركزوا. شايفين الدبدوب ده؟ اه انا اللي لابسه الدبدوب.